هي نتيجة هذه السياسة العظيمة. وهذه سياسة الإصلاح الاقتصادية والانفتاح على العالم الخارجي. ما هي نتيجة واضحة؟ نتيجة هكذا: كانت في الماضي حجم التبادل التجاري الخارجي للصين حجما صغيرا جدا، ليس له وزن كبير في منظومة التبادل التجاري على نطاق العالمي. وزن كبير، وزن صغير، منظومة التبادل التجارية. قبل تطبيق هذه السياسة كانت حجم التبادل التجاري أو التجارة الخارجية الصينية تحتل المرتبة الثانية والثلاثين. مرتبة الثانية والثلاثين، وكان حجم حوالي 20 مليار دولار أمريكية. علما بأن عدد سكان الصين يشغل خمس عدد سكان العالم تقريبا. خمس عدد سكان العالم الآن تقريبا مليار ونصف في 2020. ثم تطور ونمو هذا الحجم في عام 2001. قفزت الصين تحتل المرتبة السادسة، وبلغت حجم التبادل التجاري بين الصين والعالم أكثر من 500 مليار دولار أمريكية. وفي الماضي أصبحت الصين تحتل المرتبة الثانية في التجارة الخارجية. مرتبة الثانية في منظومة التجارة الخارجية، يعني تحتل المرتبة الثانية في منظومة التبادل التجارية. وهذا الحجم يقارب إلى 5000 مليار دولار أمريكية. والجدير بالذكر أن حجم الصادرات الصينية بدأت تتصدر بين الدول في العالم. الحجم الصادرات تحتل المرتبة الثانية. والآن تمارس شركات صينية من القطاع العام والقطاع الخاص النشاطات التبادل التجاري بما أكثر من 220 بلد أو منطقة.我们来看看这张表格，在1978年贸易往来额。 或者说中国对外贸易额，我们排名32位。当时整个中国的外贸额是200亿美元。过去中国对外贸易往来量还是很小的，它在全球贸易交易系统中的权重并不大。 在改革开放这项政策实施之前，请注意，中国人口约为世界人口的1/5。然而，它在2001年发展壮大，就规模而言，中国跃升至第6位，中国与世界贸易往来已达到5000亿美元。 在2001年，
中国对外贸易排名第二。值得注意的是，中国出口量已开始领跑世界各国，位居第一。这个数据是2001年的中国国营与私营企业与220多个国家或地区开展贸易交流活动，那么今天已经达到300多个国家了。本教程是2000年的教程，所以数据比较落后，仅供大家参考。好，咱们继续学习。أتذكر إنني كنت مثلكم عندما كنت طالبا في الجامعة سمعت أن الصيني قفزت المرتبة الثانية في التجارة الدولية وذكر أن بلدا كبيرا مثل الصيني وضع عدد سكان كبيرا جدا ومفروض يكون لدينا مبلغ معين الحجم لا بأس به من العملات الأجنبية كالإحتياط لا بأس به عملات الأجنبية فلوس الأجنبية احتياط مستعيد في المستقبل ولكن من الناحية الاقتصادية من النطاق الاقتصادي لا يكون هذا الحجم كبير وكان يتوقع أن يكون حجم من العملات الأجنبية كاحتياط أو العملات الأجنبية أو عملات صعبة باحتياط مبلغ معقول حوالي 20 مليار دولار أمريكية إذا زاد هذا الحجم فإنه مضيع وإذا نقص هذا الحجم فإنه لا يكفي 好，现在我说中文，大家翻译成阿语。يجب أن أفتخر بأننا الصينيون بأننا صينيون وأنتم لا تدركون ما تشعرون به وأنتم لا تدركون ما تشعرون به ولم تشعرون هناك حقيقة الواقع ألا وهي أن وطننا قد تطور تطورا عظيما مدهشا للناس والعالم فهمتم يا طلابنا 我们应该为我们是中国人而自豪，你们没有意识到这种真实性，我们国家已经取得了伟大而惊人的发展。好，咱学一下底下几个单词。贸易伙伴 شريكٌ تجاريٌ 什么 شركاء تجاريون 欧盟 الاتحاد الأوروبي 东盟 رابطة الآسيان 东盟全称东南亚国家联盟 الاسم الكامل هي رابطة دول جنوب شرق آسيا من أمثلة الحوار
中国改革开放以及中国吸引外资投资及外国公司在中国。المفردات الجديدة والعبارات الجديدة مكانة مرموقة تمتاز الصين بمكانة مرموقة في منظومة الاقتصاد العالمي اليوم.منظومة الاقتصاد العالمي تعتبر مدينة غوانجو بمكانة مرموقة مركزا تجاريا مهما منذ العصور القديمة. لماذا نقول هذا؟ لأنها واقعة على منطقة طريق الحرير البحري وأيضا نقول طريق التوابل والبحور والمقر الرئيسي للشركة. سياسة الإصلاح والانفتاحالاسم الكامل هي سياسة الإصلاح على الاقتصاد والانفتاح على العالم الخارجي. الدول المتقدمة الدول النامية الدول الأقل نموا مستوى معيشة الشعب. ارتفعت مستوى معيشة الشعب ارتفاعا كبيرا بعد تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح منذ أكثر من 3 عقود.متوسط دخل الفرد على المناطق الساحلية بناء تحدث اشتراكي. اقتصاد السوق الاشتراكية. اقتصاد الدولة المخطط. الاقتصاد الموجه المركزي.الاقتصاد قيادة مركزية مواكبة مسير الأسواق العالمية تمشي مع رقب تقدم البشري القطاع العام والقطاع الخاص. تنافس تجارية.متنافسة تجارية. يقول العرب منافسة شريفة ومنافسة خبيثة. تصفية شركات. أعمال اقتصاد وتجاري. توسيع مجالات بناء الاقتصاد. الشركة الصينية الأجنبية المشتركة جذب رؤوس الأعمال الأجنبية التكنولوجيا المتقدمة يا في النهاية يعتبر كلمات الأجنبية. يا مثلا موريتانيا آسيا أفريقيا
巴多利塔利亚الشركة الأجنبية المستثمر الشركة الأجنبية المستثمر مناح الاستثمار بيئة الاستثمار ظروف الاستثمار وضع الاستثمار 我来问大家几个问题，请回答一下，现在开始。 من أي منطقة بدأت الحكومة الصينية تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح؟ إجابة من مدينة شنجن أين تقع تلك المدينة شنجن؟ إجابة تقع مدينة شنجن على الساحل الجنوبي الشرقي للصين هل هي تقع في شمال الصين؟ إجابة لا في أين؟ إجابة في جنوب الصين بقرب من هونغ كونغ هل يمكن أعرف منكم ما هو النظام في بلدكم؟ إجابة جمهورية الصين الشعبية دولة اشتراكية ذات خصائص صينية قد أصبحت الصين واحدة من الدول المتقدمة ألا كذلك؟ لا ما زال الصين دولة نامية لأن الصين لديها أراضي شاسعة وعدد كبير من السكان ولكن الثروات الطبيعية محدودة بمقارنة إلى هذا العدد ضخم من السكان بدأت الحكومة الصينية إلى تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح في ربع البلاد ثم امتدت إلى منطقة وسط الصينية وإلى غرب الصين بعد هذه السنين الطويلة قد أصبحت الصين قوية في الاقتصاد وارتفع مستوى معيشة الشعب لقد وجدنا قبل 30 سنة أن الناس يفضلون الدرجات أما اليوم فشوفنا أنهم يختارون السيارات بين الدرجات والسيارات فرق كبير كذلك معظم الأسرة والعائلات مزودة بكافة الأجهزة المنزلية الإلكترونية المنزلة الكهربائية مثل الثلاجات والمكيفات وغسالات أوتوماتيكية وغيرها إن دل هذا على شيء فإنما يدل أن سياسة الإصلاح والانفتاح نجحت إلى حد كبير في أنحاء الصين أنتم يا شباب تشعرون بسعادة كبيرة وأنتم تعيشون في هذا العصر